وما تقوليش انك ما كنتيش عارفه اني خرجت. لا كنت عارفه، وعجبتني قوي الطريقه اللي انت رجعت بيها اخوك. بالمناسبه هديه خروجي اتاخرت قوي. ما هو مش معقول اجيب لك عربيه ب 2 مليون جنيه وانت قاعد في شقه مش عارف تدفع ايجار. طول عمري وانا بموت في صراحتك. ما انا ما عنديش حاجه اخاف منها، وبعدين قلت ادي لك فرصه ترتب فيها اوراقك. عاوزاني في شغل طبعا. هو احنا في ايه بينا غير الشغل؟ اه بس الكلام ده بقى كان زمان، وبعدين انت جاي تتكلمي معايا كاننا كنا لسه مع بعض امبارح. مش يمكن اقول لك ان انا مش عايز اشتغل والهديه بتاعتك تبقى راحت على الفاضي؟ انت من مصلحتك انك انت ترجع الشغل. صحيح انت رجعت المركب والقصر، بس لسه واقف على ارض من ازاز. تبقى اسفلت امتى؟ لما الدنيا كلها تعرف انك رجعت تشتغل معايا، وانك انت تعرف تجيب اللي انا مش عارفه ارجعه. طب ممكن بقى نكمل كلامنا واحنا بناكل سوا؟ ينفع. ايه ما حصلت يا فندم؟ وكان لازم ابلغ سيادتك. حاجتي ايه يا خالد؟ كنت مع سياده العميد احمد وجاله تليفون من اغرب شخص ممكن يكلمه. من رحيم. تعرفش اكلمه فيه؟ حاولت اقف اسمع المكالمه بس هو قال لي اتفضل. خفت الاحظ حاجه اتحركت. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ما اعرفش يا فندم، بس هو في حاجه غريبه تانية حصلت. تاني يوم على طول ظهرت براءة الداليه، واللي كان متابع الموضوع ده هو سياده العميد شخصيا. تقصد تقول يعني ان رايحين كلمه قالوا دليل براءة الداليه وان هما الاتنين اتفقوا سوا؟ هو انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، بس هي ملهاش تفسير تاني. هو رحيم فعلا ممكن يفكر التفكير ده عشان يثبت براءة الداليا، خصوصا بعد اللي حصل لها في الحجز ومحاولة قتلها. بس انا مستغرب له احمد ازاي ما قوليش على حاجة مهمة زي دي. هو ده يا فندم اللي قلقني، خصوصا ان انا طلبت ان اروح معاه وهو رفض. اسمع، انا عاوزك تراقب تليفونات احمد كويس جدا، اي حاجة جديدة تبلغني بيها فورا. سامع؟ اوامر معاليك. ما لسه بدري، ما بتردش على التليفون ليه يا هشام؟ ايه الصوت ده؟ احنا الصبح. صوت بيبقى واطي. احنا الصبح. احنا بقينا يا حبيبي الظهر. وبعدين اقول تليفونه فصل. ما عندكش بقى يا حبيبي رقمي كده تكلمني بدل ما الكلبه اللي مستنياك في البيت دي؟ ما بحفظش ارقام. كلم ابوك. كلم رحيم. اي حد فينا المهم اطمنا عليك. سقطت يا بسمة، أصل حوارات المركب كتير، بقعد بقى أتكلم مع ده وألغي في دي، قصدي ألغي في ده، ولازم أطمن على كل حاجة في المركب قبل ما أروح. أنت عينك الحمرا دي هشام من شغل المركب يعني والسهر وكده صح؟ ولا في حاجة تانية؟ فكك مني يا بسمة، أنا عايز أطلع أنام. وأوعي أوعي تصحيني إلا بعد المغرب. ماشي يا هشام، هتلف يا حبيبي وترجع لي تاني، بس انا هعمل مصدقك المره دي. براحتك. ما طبعا براحتي. امال براحت امك. خش سينما بالليل؟ ماشي. جوني ديب نزل فيلم ديب ايه بقى ايه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا اتش؟ ايه؟ تعدي كده من غير ما بتسلمي. في ايه؟ معلش ما خدتش بالي. اوعدك المره الجايه بعوضهالك. او النبي لحسن، انا بتاثر قوي من الحاجات دي. تعالى يا حبيبي اتاثر هنا. ماله ده؟ في ايه؟ اتش مالك؟ الموضوع مش مستاهل يعني. خلاص يا عم يلا اطلع.
ما انت عينك فنجلت دلوقتي كده وفتحت، مش كنت طالع تنام بقالك ساعة؟ طالع يا اختي طالع. ازيك يا حلمي؟ بقى رحيم. عملت ايه مع هداية؟ عايزين نرجع نشتغل معاها تاني. في السلاح برضو؟ الحكومة شمت خبر وصفة العلم مهربين بتوعها في الصحر. وعايزانا بقى نرجع الحاجة من الحرز ولا ايه؟ البضاعة اختفت، محدش عارف يعطر فيها. دي مش عايزانا احنا بقى، ده عايزة حاوي. بتقول العربية اختفت هي والبضاعة وسط الصحراء، محدش عارف راحت فين. عسوا عليها كتير ليكون حد اتصرف في البضاعة ولا الهوى. ومن هي بعتت لي عربية جيب هدية ليه؟ ايوه عشان البضاعة تاهت في الصحراء. وليه ايه؟ مخططة لكل حاجة. انا بقى بحب اشتغل مع الولية دي، شغلها دايما في المضمون. مضمون ايه يا عم؟ ما هي قلت منها ايه؟ المهم انت قلت لها ايه؟ هندخلها سلاح؟ مش لما الليل اول؟ ادخل. عظمته يا كبير، منور نهر النيل. عليا النعمه، النيل منسوبه عيلي من ساعه ما رجعت له يا عم. هو انت كل ما تشوفني تعمل لك شبوره شبوره؟ يا عم سيب الراجل يعبر عن فيضانه. ده اقل حاجه ممكن اعملها لك عظمته. بحبك يا عم رحيم، بحبك. ايوه بس يا شبوره الحب ده بدا يخنقني. انا كنت عايزك في حوار كده يا شبوره. حوار هدايه؟ هدايه ايه؟ هو ده حمل هدايه ده. خليك معايا بس، ركز معايا. عايزك تأسلي على اتنين وتجيب لي اخبارهم زي ما عملت كده في موضوع عزة منصور. هبعت لك اساميهم في رساله على الموبايل، بس بقول لك ايه، عايزك تعمل كده من غير ما حد يحس بيك. امان امان الامان. تمر بحاجه تاني؟ لا اسحب انت، مسيلي على حالك. سلام عليكم. سلام يا عم حلمي. مين دول اللي انت عايز تعس عليهم؟ دول اتنين كده كانوا بيشتغلوا مع عزت. شغلش بالك انت، خلينا في حوار هدايا. هتسافر معايا؟ ودي عايزه سؤال؟ اكيد طبعا. يا سامي وده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني، مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟ يا سيدي خلينا نشوف بالليل، انا بنفهم كل حاجه. اتفضل. خير يا ريس، كنت عاوزني. بص يا خالد، عندي فكره كده عايزك تمشي وراها. اوامر ما عليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير في قضيه تهريب او غسيل اموال. اتحبسوا، خدوا براءه، اترفدوا. اعمل لي حصر بكل اساميهم. طيب دي سهله جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزه. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه او اسم ابوه، او حتى لو كان اسمه جده عزت تجيبه عندي. تعوز سيادتك حد منهم يعني يكون كلم امينه، مش كده؟ بس برضه اللي انا عارفه من سيادتك يعني ان رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الاموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه دي. هدينا من ضبش يا خالد، يمكن تفتح معانا سكه جديده، تحلل لنا قتل امينه، او تساعدنا في قضيه تهريب الاموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه، هو هيبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجه تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي باقصى سرعه وتكون عندي بكره بالكتير. تمام يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل يا باشا. رحيم بيه، في واحد بيسال على سعادتك بره اسمه كمال الدباغ. خليه يدخل. تمام يا ريس. الف مليون حمد لله على سلامتك يا رحيم بيه. يا هلا يا كمال، اخبارك ايه واخبار ضاحي ايه؟ كلنا في نعمه يا باشا، بس زعلانين شويه. خير؟ خير. هحكي لك وانا عارف ان انت مش هيخلصك الكلام ده. احكي. ولا بقعدوا الايام يا اتش.
لسه الاوضه الحقيقيه اهي هو ده الكلام يا ابن اللعيبه. حته ضربان من مبطه بس. ايه بقول لك ايه، ما نيجي نحطها في الحمام. تعبيط ياض، هنقعد في اي حته واضرب هنا. هشام بقول لك ايه، تعال نخش، مش عايزين نعمل مشاكل يا كوكو. يلا يا اخويا. انت اللي جابك هنا يا بت؟ جاي اشوف البيه المحترم بيعمل ايه. مين ده اتش؟ ولا اوتو عايزه ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا هشام؟ ولا اللي في ده اوسخ عمره ما هيبطله. تعالي معايا. اوعى تعالي. ودفعت لها الفلوس كلها؟ ما انت عارف امينه ما بتشتغلش لما